قناة طموح ترحب بكم في سلسلة أخبار المشاهير. صحراء الجزائر وفي فصل الصيف أطعم عرفت بحرها الشديد. وفي لقطة إنسانية قام بها صاحب الشاحنة عند رؤيته جمل أصابه العطش في صحراء الجزائر في درجة حرارة قدرت بستون درجة. الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد. سخانة صوتها. نزيدو شنو لا حول ولا قوة إلا بالله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.